أشهر يا فضيلة الشيخ الكتب التي يرجع لها طالب العلم بعد أن يقرأ على شيخه؟ الشيخ هو الذي يبين له الكتب التي تصلح له، فكل عالم يبين لطلابه الكتب التي سيشرحها لهم ويوضحها لهم، هذا إذا كانوا يطلبون العلم في المساجد. نعم شيخ. وفي حلق المساجد على العلماء، أما إذا كانوا يطلبون العلم في دور العلم في المدارس المعاهد والكليات، هذه فيها مقررات في كل فن، فعليهم أن يهتموا بهذه المقررات ويصغوا لشروحها من المدرسين، فلا بد من هذا. نعم.